لازم اسوي الفيديو، مع اني انا مستغرب انه ما حد تكلم، وهذا شيء حلو انه بالنسبه لي في اشخاص بس بيتكلمون عشان بس يتكلمون. فانا ما سويت الفيديو اصلا لان شفت بس اسئله، وخصوصا الاجانب يتكلمون عنه، انا ما شفت هذا الشيء، حاولت اطلعه ما قدرت احصله. يعني استخدمت الايفون حقي، استخدمت الايفون 10S عندي، استخدمت الايباد عندي على الاي او اس 13.2، يقولون في اشخاص كثر حتى امريكان اجانب هنا في اليوتيوب يقولون في مشاكل في الرام. اتوقع انه في، يعني انا اشوف الفيديوهات اللي يسوونها فيه، بس انا بحاول عندي، ما يعني مش الكل واجهت المشاكل، في اجهزه قليله مواجهتهم ان اللي في الرام مانجمنت فيها مشاكل، اللي هي ترتيب الرام في نفس الجهاز في نفس النظام، ان تفتح مثلا برنامج او ثلاث برامج ترجع لحق الثالث تسكر، فابل مسوي انهيار في مشكله في النظام انه يسكر البرامج اللي في الخلفيه بسرعه، ثالث واحد رابع واحد يتسكر بالحاله، في مشاكل. واليوم طلع برضو، وهنا الصوت يكون افضل اتوقع، اليوم طلع برضو ان اصلا من المبرمجين عند ابل يتكلمون ان ابل اصلا جبرتهم وخلتهم بسرعه ينزلون النظام اللي هو 13.2. ليش؟ لان 13.2 كان هو اللي يدعم الايربودز الجديده، اللي هي الايربودز برو الجديده، فابل تبي تبيعها بسرعه فلازم ينزل السوفتير بسرعه، ويبون يدعمون بعد الديب فيوجن اللي نزلوها اصلا، اللي هي اوكي حد يسالني في الديب فيوجن، الديب فيوجن تصوير من ايفون 11 برو ماكس، تصور في اضاءه حلوه بدون اي شيء، هو الجهاز بالحاله ياخذ 9 صور في نفس اللقطه الواحده، 3 صور قبل، صوره في الوسط، وضغط ما ادري كيف ياخذ 3 صور قبل، لكن فتحت الكاميرا الحاله ياخذ 3 صور كذا، ما ادري كيف مخلينها بس الذكاء الاصطناعي، ولو ضغطت ياخذ صوره وبعدها ياخذ 3 صور برضو، يدمجهم كلهم، كل صوره ياخذها بشيء، يعني مثلا الصوره دي ياخذ الاكسبوجر، ياخذ الصوره الثانيه ياخذ كذا، يدمجهم في صوره واحده يسويها بنغاوه قويه، فموجوده في ال11 برو 11 برو ماكس بس، والايفونات الجديده اللي بتنزل بعدين تدعمها في الاي او اس 13.2. كيف تعرف ان الصوره صارت؟ قبل ما راح تعلمك كيف تعرف ان الصوره صارت، بعض اليوتيوبر مسوينهم طلعوا الفرق، جابوا ايفونات اثنينهم على سوفتير قديم وسوفتير جديد، صوروا الصورتين في نفس الوقت وشافوا الفرق، يعني زوموا وشافوا ذيك الصوره اصلا اختلاف حتى في الدقه وفي كل شيء، فهذه تعرف ان ابل اوتوماتيك مخليها تبي تسهل الوضع. المهم نرجع، فنزلت بقوه بسرعه، اجبرت المطورين ان بسرعه، او المطورين عندها حق النظام اجبرتهم المبرمجين، اجبرتهم ان بسرعه تنزلون النظام، ونزلوه في 13.2، فطلعت في مشاكل في الرام مانجمنت، برامج تسكر بسرعه، فالسوفتويرات القديمه افضل، فابل اتوقع ان اوكي اليوم يمكن تنزل سوفتوير جديد، او بكره او بعده، يعني الاسبوع هذا لازم يمكن ينزل 13.2.1 مثلا يعدد المشكله. فللاحظ ذي المشكله يكتب لي تحت في التعليقات، ولا ما جات المشكله، انا بالنسبه لي والله ما جاتني، يعني حاولت اني اطلعها علشان اصور لكم فيديو واوريكم اياها، بس ما لاحظتها، يعني نفس الاداء الجهاز ونفس البرامج اللي تنفتح نفس الشيء يعني. بس ففي نهايه الفيديو تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع وعمل لايك المقطع، وتعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون فضل دعائكم، والتصوير هذا من الايفون 11 برو ماكس على 13.2، الكاميرا الاماميه 4K 60 فريم الثانيه، وحاط مايك، المايك كيف اطلع لكم، لازم اوريكم مرايه، اتوقع سويت له انا شو اسمه، سويت له ريفيو من قبل تقريبا 100 وشو تقريبا دولار قيمته، غالي يعني، لا اوريكم اياه، هذا هو المايك اذا ما تشوفونه، في موجود في القناه ريفيو له، اوكي وبس ايش اقول كذا، وبس السلام عليكم.